ينضم لينا للمساهمه في الحوار الناقد الرياضي عصام شلتوت. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا يا استاذ، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. اسف بس مش قدام تلفزيون، مش عارف حد معاك في الاستوديو ولا لا. انا معايا كابتن عمر ربيع ياسين يا فندم. طبعا طبعا. ممكن اخد منك تعقيب استاذ عصام على المؤتمر؟ طبعا تحت امرك، لكن هو في كل الاحوال طبعا اللي شفناه في المؤتمر الحقيقه يعني كنت اتصور انه لازم يكون يعني المهندس هاني بوريده بكل اللي شرحه وبعضه هناك صراحه، لكن لازم يقول الخطوات التاليه ايه. يكفي ان كابتن مجدي عبد الغني يقول الفاظ ما تتقالش في مؤتمر ويهيج هذا الهياج الطبيعي، ولا نسمع عقب الاجتماع ولو بساعتين، مش هقول المفروض انه بعشر دقائق، ان هناك تحويل للتحقيق او شيء من هذا القبيل. لكن الحقيقه الحكايه مش حكايه قالوا ايه وما قالوش ايه، ولا حكايه اللعيبه زعلانين ومضغوط عليهم. انا ما اعرفش بيزعلوا ليه وبيزعلوا ليه من السوشيال. طب يا سيدي، ما الناس كلها بتديكوا حقوقكم، لكن لما الناس تعرف ان كلكم دورتوها مصالح وتسجيلات فيديوهات لقنوات في اوضكم، لا ده شيء يعني كان عيب قوي. كاس العالم ما هياش، انا اسف يعني، زي حلاوه المولد ولا مولد السيد او مولد سيدنا محمد بافهاتنا عليه الصلاه والسلام يبيع فيه حلاوه يعني، لا دي مصر يا ساده مش مولد النبي. وبالتالي الفكره كلها انه كنت اتصور ان المهندس هاني ابو ريده يرجع للمشروع الاصلي واحنا هنطالبه بده، ما يبقاش فيه ناس بتشتغل مع الرعاه، لان ده القانون المحلي قبل حتى الفيفا بيحظره في المناقصات بتاعه الطوب والرمل يا استاذه، ولا يبقى في حد اصلا مش عايز يجيب مدير فني للاتحاد. كل النواقص دي يا هانم، الموضوع مش موضوع يعني 14 لاعب يلعبوا وما نشوفش غيرهم، دي لوحدها صحيح مصيبه، لان اللعب بقى بالعشره وانه دول رجالتهم، مع احترامي لكل الاسماء والنجوم دي. وبالتالي الازمه كلها ان احنا بلدنا لازم تبقى شبه الناس يا استاذه، لازم الدوله المصريه تطلب ان الفيفا يديها ورقه مترجمه، ولا حد بقى يقول مؤتمر. ارجوكوا ركزوا معانا بقى كفرع الاعلام المرئي، ما حدش يقولوا النبي مؤتمر للرياضه ونجيب النجوم نسمعها، احنا عايزين نروح الفيفا نقول لهم ترجموا لنا اللي بيحصل ده هنا، احتراف ولا مش احتراف؟ لاعب وطالب ومجند ده احتراف ولا مش احتراف؟ انديه ما عندهاش جماهير وما عندهاش غير بنيه تحتيه، دي ما تشتغل لغايه الناشئين وتحط اسمها على الانديه الشعبيه عشان يبقى في مبيعات. حضرتك في انديه في مصر بتصرف طبعا، عملت منشآت طبعا، لا حضرتك ولا انا ولا اي جمهور هيشتري المج ولا التذاكر بتاعتها، ده كلام صح ولا انا غلطان؟ دي بدايه الدخل، يقولوا لنا بقى الفلوس دي راح فين وجايه منين؟ شركات على مؤسسات. طيب احنا فهمنا يا استاذ عصام، استاذ عصام احنا فهمنا كده من المؤتمر ومن المهندس هاني ابو ريده انه الاتحاد ما عندوش اخطاء. لا شوفي يعني ده مضمون الكلام النهارده. أنا عايز أقول لحضرتك الاتحاد كله أخطاء، لأنه مش مبني على ساحة أساسية ولا على العهد اللي قدمه المهندس هاني أبو ريده، اللي الحقيقة هو الحالة الوحيدة اللي يمكن الثقة بيها، ده الراجل الوحيد اللي دولة. أصل هي الحكاية مش شالوا قلده وحطوا شاهين، لكن للآخر مش حكاية بقى نقول له إحنا معاك، لا للآخر نطالبه بإن هو يعني الكل يدفع ثمن أخطائه، هو الوحيد اللي يقدر يعمل ده، لأن هو الوحيد اللي ساب حاجات كتير تمر تحت ضغط انه يلم. طب وحضرتك شايف انه هنسمع حاجه عن التحقيقات، هنعرف ايه اللي حصل ولا والله شوفي حضرتك الوقت هيمر. التحقيقات دي لازم اذا كانت في هناك شبهه ماليه فيها جهاز رقابيه، يعني ايه لجنه التقصي حقيقه؟ انا مش فاهم ليه كل واحد عايز يحط نفسه ده البرلمان ان هو الرب الاعظم للكره المصريه. الكره المصريه يا هانم كله بيشنقها، حتى لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب اللي كلها رؤساء أندية حطوا قانون يخدمهم هم، اوعى تفكري في حد عايزها إلا البسطاء والدولة عند رأسها اللي بيحاول. أستاذ عصام، عنوان اسمه مصر الجديدة. أستاذ عصام، كنت متوقع أي حاجة عن الاستقالة النهاردة للاتحاد؟ المهندس هاني أبو ريده يصرح بأي شيء؟ لا الحقيقة مش ده الحل. قبل ما حد يستقيل نحاسبه، دي مش مال يتامى، يعني مش مال حرام، ده مال يتامى، مال الشعب مال يتامى، محدش يمشي كده بالساهل حضرتك. لكن المسألة كلها منين يودي على فين؟ احنا مش شبه الدنيا يا أستاذة، يا أستاذة في كل العالم الأكاديميات بتبقى
لانه ناس بتيجي تصرف عليها عشان اول ما يلاقوا الولد رونالدو الكبير وغيره وغيره وظروف اهله يصرفوا عليه واهله. هنا الكباتن حازم امام وغيره وغيره بيروحوا يفتتحوا اكاديميات حضرتك فاونديشن. طيب يجيبوا اسماء من اخر عين للاخر. انا اسف اتفضل 2003 ومامي وبابي وقفوا التمرين عشان يدوا الولد عصير. حضرتك فاكره ده يبقى لعيب كره ازاي يعني؟ طيب يا استاذ عصام عشان وقتنا يا استاذ عصام اخيرا في حد هيحاسب حد يا فندم؟ استاذ عصام حضرتك شايف حضرتك يا استاذ عصام حاضر عشان تفتحوا الملف. حاضر هنلتقي بك اكيد مره ثانيه في الاستوديو. في حد هيحاسب حد يا استاذ عصام؟ ان شاء الله ومش هتعدي. على الاقل الاعلام اللي بيحترم نفسه لان في شعب بيقول لنا يا استاذ ويا كابتن وحضرتك وحضرتي. شكرا عصام شلتوت الناقد الرياضي.